الظروف الغامضة تلف مواقف الكثير من الكتل السياسية بشأن مشاركتها في جلسة الأحد المقبل التي دعت إليها رئاسة مجلس النواب مؤخرا. فعلى الرغم من المفاوضات التي خاضتها الرئاسة على مدار الأيام الماضية مع القادة السياسيين، لم يتسنى لها التأكد بعد من مسألة اكتمال نصاب الجلسة المقبلة من عدمه، ما يعكر المشهد السياسي ويجعله أكثر ضبابية. إدارة الجلسة سوف يتم انتخاب أكبر الأشخاص سناً داخل جلسة مجلس النواب العراقي لرئاسة الجلسة، ومن ثم التصويت على شرعية بقاء دكتور سليم الجبوري أو عدم شرعيته. هذا يعتمد حقيقة على عدد أعضاء مجلس النواب العراقي الذي سوف يصوتون على موضوع بقاء دكتور سليم أو عدم بقاءه. أما أبرز الكتل التي أعلنت مقاطعتها جلسة الأحد المقبل هي كتلة الأحرار التي تمتلك أكثر من 30 نائبا، وجبهة الإصلاح التي لها ما يقرب عن 100 نائب، ما يعطي مؤشرا على عدم إمكانية تحقيق النصاب في الجلسة المرتقبة. جبهة الإصلاح رافضة، وهي من جميع الكتل السياسية، فيها أكراد وفيها من كل شيعة وفيها سنة وفيها كل الكتل السياسية، لذلك لا نستطيع أن نقول بأن الجلسة قد تعقد الجلسة وقد يكمل نصابها، لكن ربما جبهة الإصلاح لا تحضر، لأن كل اليوم ينتظر قرار المحكمة الاتحادية في هذا اليوم. ولم تحسم القوى الكردستانية موقفها النهائي من مسألة حضورها الجلسة لحد الآن إلا بعد وصولها العاصمة بغداد وعقد اجتماعات مع رئيس مجلس الوزراء حيدر العبادي. يراهن معسكر هيئة رئاسة مجلس النواب الذي يضم 40 عضوا من اتحاد القوى وأعضاء كتلة المواطن وبعض الكتل البرلمانية الصغيرة على المفاوضات الجارية حاليا بين الفرقاء السياسيين بغية التوصل إلى اتفاق لالتئام مجلس النواب في الجلسة القادمة. من بغداد، محمد صباح، المدى.